ممن حملوا على عاتقهم بناء فكر حقيقي لجراحة التجميل. أستاذنا الذي قدم الكثير على المستوى المهني وعلى المستوى القيادي. يطلع عند سن البلوغ شكل الأنف فيها مشكلة، ما هو ده ربنا خلقه كده سيبوه في حاله، لا حاجة أدت إلى الشكل اللي هو مش حلو. من أول العمليات اللي اتعملت في جراحة التجميل في العالم. قمة النجاح في عمليات جراحة التجميل إنه البني آدم ما يتعرفش إنه عامل عملية. في عيوب ما تتصلحش. في الأنف بالذات. المدرسة الطبية المصرية اللي هي بقى لها 190 سنة، كنا بنعتبر ومتعلمين وارثين عن أساتذتنا إنه الدعاية عيب. خريجين قصر عيني، أنا بروح كل حتة في أوروبا وأمريكا، يا نمرة واحد يا نمرة اتنين يا نمرة تلاتة بالكتير. المريض المصري بيجي بعشرة، الحكيم الشاطر يمسك إيد العيان ويفضل ماسك إيده لغاية ما يخف. علم الطب بحر ملوش نهاية، لكن بيحكمه ضميرك.